السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة مهمة جدا النهاردة، هنتكلم عن الموضوع اللي شغل العالم كله في الشهر الأخير، حالة من الهلع والخوف من ساعة ما ظهر في الصين في أواخر 2019، وبقى حديث العالم كله دلوقتي هو فيروس كورونا. مش هدخلكم بقى في متاهات وحوارات طبية كتير جدا، هنتكلم كده بشكل مباشر ازاي نحمي نفسنا من الإصابة بفيروس كورونا، ازاي أتجنب أنا وأولادي الإصابة بفيروس كورونا أو غيره من الفيروسات. هدي بس كده تعليق صغير لمدة دقيقة، ان فيروس كورونا ده هو احد انواع فيروسات البرد او الانفلونزا، ولكن احيانا بيطلع سلالات جديدة، بتتحور سلالات جديدة بتيجي بشكل قوي شوية. اللي بيحدد قوتها يعني ايه الشكل ده قوي ولا لا، معدل انتشارها السريع ولا لا، بتمشي بقد ايه بين الناس، بتنتقل بمعدل قد ايه بين الناس، هو ده اللي بيحدد. النقطة التانية عدد الوفيات اللي هي بتسببها او عدد دخول المستشفى، يعني مثلا ممكن 100 واحد يجي لهم فيروس برد او انفلونزا او كورونا زي ما هم مسمينه، كم واحد مات من 100 دول؟ ده بيحدد برضو قوة الموضوع، وكم واحد احتاج عناية مركزة او اشراف طبي او مستشفى. ده كده باختصار الموضوع، ولكن عامة هو ايه فيروس كورونا؟ نوع من فيروسات البرد والانفلونزا. علشان احمي نفسي بقى من فيروس كورونا اللي هو اللي انتشر وانا مش عارف هل هيجيلي ولا لا، هيجيلي من اي باب، هيجيلي من اي حد، مين اللي عنده فيروس كورونا، ممكن واحد جاي من السفر من بره، ممكن انتقله عن طريق حد تاني، كل ده انا مش عارفه. فقدامي طريقين، الطريق الاول وهي النظافه الشخصيه وعدم الاختلاط، الطريق التاني هو رفع كفاءه جهازي المناعي. هما دول الطريقين مفيش غيرهم، يعني ولا في ادويه ولا اي حاجه تاني هتساعدك في الموضوع ده. امسك اول نقطه، النظافه الشخصيه. اساس الوقايه من جميع الامراض وهي النظافه الشخصيه. يعني ايه؟ مثلا انا عطست دلوقتي، يا اما ابقى حاطط منديل اعطس فيه، يا اما مباشره اغسل ايدي بعد كده. احاول اغسل ايدي باستمرار، دي بنسميه الهاند هايجين او نظافه الايد، من اكتر الحاجات اللي بتحميك من الامراض. تيجي تاكل قبل الاكل اغسل ايدك، وعلم اولادك الموضوع ده. انت بره طول اليوم، فكل الاسطح اللي انت بتلمسها، العربيه، الباب، اي حاجه انت بتلمسها، مليون واحد لمسوها غيرك. ومباشرة تغسل ايدك كل شوية وتتعود بالمية والصابون طول اليوم، او بيبقى في بامب كده كحول طول اليوم بتحطها وبتعمل منها ايدك، وخاصة الناس اللي بتتعامل في الشارع او شغالين في مكان في حاجات كتيرة طول اليوم، يعني مش ناس قاعدة في بيتها بس، ده ناس بقى بتختلط بحاجات كتيرة في مواصلات، في شغل، وبيبيع في الشارع، يعني الناس اللي ليها خلطة كتير. تاني نقطة بعد النظافة الشخصية دي، ان انا اتجنب اماكن الازدحام بقدر الامكان، وخاصة في الأيام دي اللي احنا لسه مش عارفين الدنيا ماشية ازاي. طب أنا شغلي بقى في مكان زحمة، مثلا في مطار، في سوق، بين الناس، يبقى على الأقل ألبس كمامة علشان أحمي نفسي، عشان ما تتنقليش من حد تاني. تالت حاجة أتجنب شوية، وكلنا نساعد بعض في النقطة دي ونفهمها بدون ما نزعل من بعض، اللي هو موضوع الأحضان والبوس. احنا متعودين في العالم العربي سواء الستات أو الرجالة على طول أول لما نقابل بعض، حتى لو مقابلين بعض مرتين في اليوم، نبوس بعض ونحضن بعض. نقلل الموضوع ده. وانا بنصح الناس اللي هي عندها اصلا البرد والانفلونزا بكام نصيحه، انت من نفسك ما تخليش حد يسلم عليك او يبوسك، حتى لو حد جه يسلم عليك او يبوسك انت صده بايدك وقول له معلش ده انا تعبان من بعيد كده. حاول كمان تغيب من شغلك في الكام يوم دول، اقعد ريح في البيت، لان الراحه كمان من الحاجات المهمه لرفع كفاءه جهازك المناعي. اقعد في البيت، غيب من شغلك، احسن لك بدل ما تضر حد تاني وتاني وتالت ورابع والموضوع ينتشر اكتر. ابنك تعبان، غيبه من المدرسه او من الحضانه، قعده في البيت. يبقى انا كده بساعد نفسي وانا فرد من المجتمع، وكل واحد لو عمل كده هنقلل من معدل الانتشار. يبقى دي اول نقطه في الحلقه، ان هي موضوع النظافه الشخصيه وابعد عن اماكن الزحمه والاختلاط. نيجي بقى عند النقطه الثانيه المهمه، ارفع كفاءه جهاز المناعي، لان جهازك المناعي ده هو الجيش اللي انت بتحارب بيه، هو اللي بتواجه بيه اي مرض في الدنيا. لو هو قوي هيحميك، يعني ممكن يجي لك فعلا فيروس كورونا ولكن يقعد معاك يوم يومين زي اي دور برد عادي ويعدي. لو انت مناعتك بقى قليله، الموضوع عندك والاصابه هتكون شديده شويه، ممكن تدخل عنايه مركزه، ممكن الموضوع يتطور اكتر من. فهو الموضوع كله معتمد على كفاءه جهازك المناعي، لان لحد اللحظه دي مفيش علاج لسه اكتشفوه لفيروس كورونا، وحتى معظم الفيروسات ملهاش علاج، هي علاجها كده بيكون الراحه وكفاءه جهازك المناعي القوي، ازاي ارفع من كفاءه جهازي المناعي. حتى لو عملوا له بعد كده في الشهور الجايه، لسه طبعا هم بيدرسوه، عملوا له تطعيم او لقاح، هيكون الهدف منه ان انا احد من الاصابه بيه، وهو كمان بيتحور بسرعه، فهو مش هيمنع عنك الاصابه، ولكن لما تجيلك حتى الاصابه، نفس الموضوع اللي قلناه في تطعيم الانفلونزا، هتكون معدل او شده الاصابه اقل شويه، لكن مش هيمنعها طبعا ايه للابد. فالاساس ورقم واحد في تجنب الاصابه وهو ده المهم، جهازك المناعي. طيب هنقوي بقى جهازي المناعي ازاي؟ عندي خطوات كتيره كده لازم نكتبها مع بعض. وطبعا الموضوع انت مش دلوقتي كفاءه جهازك المناعي دي انت بتربيها على مدار شهور وايام وسنين، يعني مش هتيجي دلوقتي
يا دكتور انا اقوي جهاز المناعه عشان يبقى بكره قوي، مش هيحصل كده طبعا، ولكن في عوامل هتساعدك في كده. ابدا من دلوقتي، حتى لو انت ما بداتش من زمان، ابدا من دلوقتي عشان المستقبل. طول ما جهازك المناعه قوي انت بتحمي نفسك من الامراض. طيب هعمل ايه بقى الخطوات اللي المفروض اعملها؟ وطبعا زي ما قلت انت بتربي جهاز مناعي قوي، يعني محتاج منك وقت، محتاج منك مجهود، محتاج منك يكون الستايل لايف بتاعك كله حياه صحيه عشان يكون جهازك المناعي قوي. اول حاجه النوم الكويس بالليل، اهم نقطه، لازم تنام كويس وفي فتره بالليل. الناس اللي بتسهر هرمون الكورتيزول عندهم بيبقى زايد ومناعتهم بتقل. طبعا لازم اثناء فترات الاصابه ترتاح وتقعد في البيت عشان جهازك المناعي ياخد راحته خالص، لان المجهود الزياده بيضعف الجهاز المناعي. تاني نقطه هرمون الكورتيزول او هرمون التوتر، يعني انت شخص قلقان، شخص متوتر، ضغط عصبي في حياتك، بتشتغل كتير جدا وكورتيزول عالي، مناعتك هتقل. تالت نقطة نبعد عن السكريات تماما ومشتقاتها بقى كلها، بالحلويات بالشوكولاتات بالحاجات اللي احنا دايما بنحذر منها في القناة عندنا. كل ما انت بتاكل سكريات كتيرة جدا وسكريات مصنعة ونشويات مصنعة ونشويات بيضة مصنعة، جهازك المناعي على طول بيقع في الأرض. رابع نقطة الأكل المصنع عامة اللي هو ما فيهوش أي فوايد، احنا بنسميه أكل ميت، ما فيهوش ولا فيتامينات ولا معادن. الأكل المحفوظ اللي كله مواد حافظة، الحاجات دي كلها بتضعف صحتك وصحة أولادك. شوف ابنك كده لو بيجيله أدوار برد متكررة، امنع عنه البيبسي وامنع عنه البافك والكاراتيه والشيبسي والشوكولاتات، وشوف مناعته هتبقى عاملة إزاي. كل أكل مطبوخ بإيدك في البيت. خامس نقطة الجلوتين اللي هو موجود في القمح اللي دايما بنحذر منه. الجلوتين بيقضي عندك على الأمعاء، بيقضي على الميكروبيوم اللي هي البكتيريا النافعة في الأمعاء اللي هي مسؤولة عن قوة جهازك المناعي. كمان الأكل المصنع بيقضي لك على الميكروبيوم دي اللي هي البكتيريا النافعة اللي في الأمعاء. طول ما أنت بتاكل أكل صح، طول ما أنت بعيد عن السكر، طول ما أنت بعيد عن الجلوتين، البكتيريا دي عندك هتبقى زي الفل وهتعمل لك جهاز مناعي قوي. طب انا عاوز كمان اقويها شويه، لا اما اخد من بره، يعني اخدها من بره كبسولات في الايام دي علشان انشطها اكتر، بتتباع في الصيدليات، لا اما اكل حاجات اكلات مثلا زي الالبان المتخمره، وعندنا كمان المخلل المعمول في البيت. الحاجات دي برضو بترفع من البكتيريا النافعه اللي في الامعاء. النقطه اللي بعدها هي الرياضه. الرياضه طبعا بتخلي الدوره الدمويه بتاعتك تشتغل كويس جدا وبترفع من كفاءه جهازك المناعي. شرب الميه، هتلاقونا دايما بنتكلم في كل حاجه على شرب الميه عشان الدوره الدمويه بتاعتك تشتغل كويس وتلف كويس، وكمان عشان تطرد من جسمك السموم لازم تشرب ميه بقدر كافي. النقطه اللي بعدها الخضروات والفواكه بيعتدل. كل ما تاكل الوان اكتر في الاكل بتاعك، يعني كل ما يكون في اخضر احمر اصفر، كل لون فيهم بيديك فايده معينه او مضادات اكسده معينه او فيتامينات معينه، فنوع في الخضار بتاعك. ليه؟ لانك عشان تاخد الفيتامينات والمعادن اللي هي اساس ودعامات بناء جهازك المناعي القوي. عندنا كمان في بعض الحاجات اللي هي الطبيعية اللي ممكن تحطها في الأكل بتاعك باستمرار، مثلا الكركم، الجنزبيل، حبة البركة، العسل الأصلي يا دوب هي ممكن معلقة في اليوم. طبعا ما ناكلش عسل كتير، هو صحي وكل حاجة بس ما ناكلش منه كتير، لأنه في الأول وفي الآخر سكريات زي الفاكهة، يعني هناكل منه باعتدال. الحاجات دي تبقى في روتين حياتنا على مدار اليوم والأسبوع والشهر والسنة كلها. في بقى بعض الفيتامينات والمكملات المهمة جدا لرفع كفاءة جهازك المناعي، أولهم هو فيتامين د، مهم جدا وبنتكلم عليه كتير وعامل عليه حلقة كبيرة جدا عندي على القناة ومتكلم فيها بالتفصيل على أهمية فيتامين د، ومن ضمنها حكاية الجهاز المناعي. لازم كلنا نهتم بقصة فيتامين د ده، مش عشان المناعة بس، علشان حاجات تانية كتير. اسمعوا الحلقة واعرفوا الجرعات اللي احنا المفروض ناخدها سواء في الأطفال أو في الكبار. تاني واحد الفيتامين سي، من اهم الحاجات طبعا والدعامات الاساسيه جدا لرفع كفاءه جهازك المناعي. بس مش وانت عندك برد تقول لي انا هاخد فيتامين سي ويحميني من البرد او هيرفع لي المناعه. زي ما قلت انت لازم باستمرار باستمرار تكون بتاخد فيتامين سي. يعني فيتامين سي مش هيخفف لك البرد، خلي بالك، فيتامين سي بيحميك على المدى الطويل وبيرفع كفاءه جهازك المناعي على المدى الطويل. خده من الاكل، ولو مش قادر تاخده من الاكل بتاخده على هيئه مكمل من بره. طب ايه الاكلات اللي فيها فيتامين سي؟ موجود في حاجات كتيره جدا. الليمون والبرتقال ممكن اقلهم، في حاجات اهم عندنا مثلا الجوافه، الفراوله، الشمام، الفلفل سواء الاخضر والاصفر والاحمر، طبعا الاصفر اعلاهم في فيتامين سي. عندنا البرتقال، الاناناس، البروكلي والقرنبيط، الطماطم، الكيوي، البطاطا والتوت والكرز، وطبعا الليمون بقى اخر حاجه هو والبرتقال وجميع ايه الحمضيات. يبقى دي مصادر فيتامين سي اللي لازم نحرص تكون في الاكل بتاعنا على مدار. نيجي كمان لعنصر مهم جدا للجهاز المناعي هو الزنك، برضه هناخده من الاكل، ولو مش عارفين ناخده من الاكل او قليل عندنا هناخده من مكمل غذائي خارجي. هناخده من الاكل منين؟ موجود في السمك وفي اللحوم وفي البيض وفي منتجات الالبان. يبقى احنا كده اتكلمنا وعرفنا وفهمنا في حلقتنا النهارده ازاي نعرف نحمي نفسنا واطفالنا من الاصابه بفيروس كورونا. اتمنى ان شاء الله تكون الحلقه عجبتكم واستفدتوا بيها. اللي شاف ان الحلقه مفيده بالنسبه له يا ريت ينشرها، لان الموضوع مهم جدا، وطبعا زي ما انتم شايفين عمل ذعر وبلبله في العالم عشان الناس تستفيد وتتعلم اكتر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.